السلام عليكم، حياكم الله من جديد. قناة خلف أسهم على اليوتيوب، ابحثوا بعبارة خلف أسهم. أقدم محتوى مميز تعليمي ترفيهي عن السوق الأمريكي والسوق السعودي. محتوى تعليمي وترفيهي، ليس دعوة لبيع أو شراء. إن شاء الله سأقوم بتغطية مجموعة أسهم اليوم بشكل سريع: دار الأركان، أكوا باور، المصافي، جرير، والبحري. أول سهم عندنا دار الأركان، وأذكر تكلمت عن إيجابية وقوة السهم وتقريبا بالمنطقة هذه أو تقريبا هنا، وما شاء الله ارتفاع ضخم في فترة قصيرة 25%. أسأل الله الرزق الوفير لنا ولهم، يعني أنا متأكد أنهم مستمتعين ويمارسون الاحتفال كل على طريقته الآن بعد هذا الارتفاع، فبارك الله لهم في الربح الذي أتى لهم. طيب، السهم الآن ما شاء الله قوي الآن، لكن المنطقة هذه يعني منطقة بيوع، ولو جزء بسيط من الكمية، لأن بعد أي ارتفاع قوي مفاجئ لابد أن يتراجع السهم قليلا، فلن أفرط بالربح هنا أبدا لو كنت في مكان المستثمرين. طيب، نشوف أكوا باور. طيب، أكوا باور سبق أن رسمت الخط وأخبرت أن السهم عنده خط علوي يعتبر مقاوم له، وحصل وتراجع عنه إلى الآن متراجع. طبعا لدينا خط مهم جدا هنا تقريبا عند 130 ريال، يجب أن لا يكسره الأسفل، لو كسره يعتبر دخل في موجة هبوط. إلا الآن بعيد السهم، يعني السهم ما شاء الله متماسك على الرغم من بين قوسين جلد السوق، إلا أن سهم أكوا باور لا زال متماسك ويقاوم هذا النزول، فهذه كلها علامات قوة للسهم. طيب، ننتقل إلى سهم المصافي، وسبق أن ذكرت أن السهم يستهدف مناطق عليا، مناطق دنيا، بسبب الارتفاعات الكبيرة التي حصلت للسهم الفترة الأخيرة، وكتبت نقاط 100 و90 ريال، وللأسف لم يتماسك عند 100 ريال وكسرنا 100 ريال. الآن إلى أين ذاهبون؟ ذاهبون حتما بلا شك إلى 90 ريال، ونقول إن شاء الله أن السهم سيتماسك عند 90 ريال. خلونا نشوف سلوك السهم عند 90 ريال ثم نستطيع أن نحكم ونعطي توقع. لا يمكننا إلا أن بالتأكيد 100 ريال يعني وضعناها في جيبنا وذهبنا للأسفل، فنتوقع 90 ريال كمرحلة أولى، ولا أتوقع أن ينزل أسفل من 90 ريال، لكن خلونا ننتظر ونتابع ونشوف ونحدث شارت السهم إن شاء الله سويا بإذن الله. خلونا ننتقل للسهم اللي بعده. أوكي، big trouble here. سهم جرير يعاني نزول مفاجئ وغريب، وأذكر أنني عندما نزلت تحليل هنا في هذه المناطق ذكرت أن السهم لم يستطع تجاوز 200 ولم يستطع أيضا أن يحافظ على 200، وتوقعت نزوله إلى 180 و170. للأسف تمنيت أن تشاؤمي هذا التشاؤم الكبير كان كافيا، لكن الآن السهم نزل إلى 150 ريال، وأحب أذكر أن بعد كل ارتفاع لابد أن يكون هناك جني ربح، وهذا سلوك الأسهم في جميع أسواق العالم يا أخوة، لا يوجد شيء غريب، لكن يجب أن نكون مستعدين دائما ونتأكد. هذا هي أموالنا، لا يجب أن نخاطر فيها. طبعا السهم ترى يعني سهم ما شاء الله جرير، لا يخاف على السهم، السهم يوزع أرباح قوي مستمر، للصعود مستمر. كل من اشترى في هذه المناطق، لاحظوا هنا، كل من اشترى هنا نزل السهم وثم عاد للصعود من جديد. ليه؟ لأن الشركة تنمو، شركة قوية، ليست بعض مثل بعض الشركات اللي 20 سنة ما توزع أرباح. ما أدري شو يسوون مجلس الإدارة، ربما يفكرون ولا يسولفون ربما، لكن شركة جرير لا، شركة تعمل وتنتج وتسوق، عفوا تسوق وتحقق أرباح وتوزع أرباح. ف طبيعي أن يتراجع السهم، هناك مستثمرين قرروا يجنون أرباحهم. طيب، المستويات عندنا التي أتوقع السهم أن يرتد منها، عندنا 150
أول مستوى وأقوى مستوى الآن. طبعا غير وارد الحديث عن 170 والـ180. ليه؟ لماذا؟ لأن كسرنا هذه المستويات. عندنا مستوى 150 و 145، كلها متتابعة، يعني مستويات دعم متتابعة 140 145 و150. هذه المستويات يعني دعم قوي للسهم وبجانب بعضها البعض. فأنا أتوقع هذه المنطقة التي يرتد منها السهم إذا لم يرتد من 150 ريال، لأن أيضا السهم نزل بشكل قوي في فترة قصيرة وسيقاوم النزول ويرتفع سريعا من بعد هذا النزول العنيف. وساهم السوق في الضغط على السهم أيضا، كون السوق يعني يضغط على السهم. فأنا أتوقع هذه المناطق هي التي ربما يرتد السهم منها. أحب أذكر أيضا أن كل ما أطرح هنا محتوى ترفيهي تعليمي، ليس دعوة لبيع أو شراء. أتمنى منكم التفكير والاجتهاد للوصول إلى قرار تطمئن له دون تدخل من أحد. ننتقل للسهم اللي بعده. أوكي، another big trouble stock، سهم آخر يعاني من نزول سريع بعد المنحة. سهم البحري أيضا نزل بشكل عنيف وسريع بعد الارتفاعات. أيضا سبق وأن ارتفع البحري وحقق ارتفاعات في السنوات الماضية. وسهم البحري من الأسهم الثقيلة، يعني لا يلام إذا صحح وإذا ضغط على المستثمرين، لأنه كذا بطبع ثقيل ومتعب وبطيء نوعا ما في التحرك. طيب، أنا حقيقة من الناس اللي مستثمرين بالبحري، يعني ولا عندي مشكلة بالنزول طبعا بأسعار جيدة، ولكن لا يوجد عندي خوف. حصلت على المنحة والحمد لله، وأحصل على الأرباح بالاستمرار، فلا أرى أي سبب للهلع أو الخوف. طيب، الآن المناطق التي أتوقع يرتد السهم منها، عندنا 22. حتى لو كسرنا 22 لا تزال نقطة دعم قوية. لماذا؟ لأنها قريبة لنقاط دعم أخرى 20.5 و20. فهذه كلها حتى لو انكسر الدعم وهناك دعم قريب آخر منه، فهذا يؤثر على الدعم الذي أعلى منه، لأنهم يسندون بعضهم البعض. ف 22 20.5 20، قد يفتح فجوة بكرة أو الأيام اللي بعدها فوق 22 ويرتد بقوة. هذا وارد، حتى لو انكسر الدعم لا يزال تأثيره. الدعم لم ينكسر إلا السوق نازل 2.5% أو 3%، فهذه أيضا السوق أثر عليه. أنا أتوقع أن السهم البحري أخذ حقه من جني الربح والتصحيح، وهذه مناطق الارتداد الخاصة بسهم البحري. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والربح الوفير. لا تنسوا دعم القناة، بدون دعمكم لا يستمر العطاء. شكرا لكم، ونشاهدكم إن شاء الله في فيديوهات أخرى.